دخلت قدس أقداسك، دخلت بدم الحمل، جئت أختبر نار روحك، جئت أمتلئ بمجدك يا أبي، أحبك ربي، أعبدك يا أبي، أحبك ربي، أعبدك لأنك قدوس، قدوس يا رب، لأنك قدوس، قدوس يا رب. بيت خالو هو عيلت وقدم بمديل وخسغدت، مالكوش ما ينحاسو لي خلده حطيت لوخ، مالكوش ما ينحاسو للخلده حطينا لوخ، صلوا علي متو الموران قالو هون قبيل قربونو، نترحم علينا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب القدوس، يا من تجازي الأبرار والصديقين بإيمانهم الحق واعترافهم القويم، وتلبس أجسادهم مجدا ونفوسهم ضياء، أهلنا لمراحم نعمتك الفياضة، فنجدك كما وجدوك، وندخل معهم مساكن النور، حيث نرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام، المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام لبني البشر. برخمور لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الله الآب الذي اختار الأبرار والصديقين ليبشروا ببره وصدقه، وإلى الابن الذي شهد له الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفون، وإلى الروح القدس الذي رعاهم بعنايته وقدسهم بحياة زهد وصوم وصلاة وعمل. برخمور أبوه الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا التذكار المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. لك المجد والحمد أيها المسيح النور الأزلي، فمنك يشرق في العالم كل ضياء وتصدع كل حقيقة، لقد أنرت في بيعتك المقدسة مصابيح معرفة وقداسة، معالم هداية للجادين في طريق الحياة، يجوبون الأقطار مبشرين بالخلاص لجميع الناس، شهداء يبذلون حياتهم في سبيل حق إنجيلك، معلمين يقفون عمرهم على درس كلمتك وتسليمها صافية، راهبات ورهبانا ونساكا تركوا كل شيء وتبعوك حاملين صليبك، حافظين وصاياك، ممارسين التقشف والصوم والعبادة والصلاة، مكرسين حياتهم للخدمة، ملائكة طهر ورحمة، ملح الأرض ونور العالم. هب لنا يا ربنا على عطر هذا البخور أن نحفظ إيمانهم ونسير على رجائهم، حتى نؤهل لسعادتهم
فنتمتع بمشاهدة وجهك الكريم برخمو ربو. ومعهم نسبحك ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. يا مريم البكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بأفلاك أيها الرب يسوع، كريم في عينيك موت أبرارك، فطوبى لهم ولقديسيك الذين حفظوا أجسادهم وأرواحهم نقية منذ الطفولة، فكانوا البخور الذكي أمامك يفوح ذكرهم كالطيب في بيعتك المقدسة مثالا حيا لجميع المؤمنين. امنحنا يا رب معهم نصيبا في ملكوتك، فنمجدك ونشكرك إلى الأبد. آمين. قديشات آلوه قديشات حايل طنو قديشات لو ميوتو اترحم علي. قديشات آلوه قديشات حايل طنو قديشات لو ميوتو اترحم علي. قديشات آلوه قديشات حايل طنو قديشات لو ميوتو اترحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. آمين. في ذكرى القديسين تزهو بيعت الله، أجواق المؤمنين تجدو ملء الأفواه. التيجان الرفيع كل مجد الأرضين دون أفراح البيعة في تذكار القديسين. ربي يا من تقبل خدما خدمة الأبرار، يا حنون تقبل واستجبنا كالأبرار. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا سيد. المجد للسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. آمين.
يا إخوتي فلتثبت فيكم المحبة الأخوية، ولا تنسوا ضيافة الغرباء، فإن بها أناساً أضافوا الملائكة وهم لا يدرون. أذكروا الأسرى كأنكم معهم مأسورون، والمضايقين كأنكم أنتم في جسدكم مضايقون. ليكن الزواج مكرماً عند الجميع، والفراش الزوجي نقياً، لأن الله سيدين الفجار والزنات. ليكن تصرفكم منزهاً عن حب المال، واكتفوا بما عندكم، لأن الله نفسه قال: لن أهملك ولن أتركك. فنقول واثقين: الرب عون لي، لن أخاف. ماذا يصنع بي البشر؟ تذكروا مدبريكم الذين خاطبوكم بكلمة الله، وتأملوا بما انتهت إليه سيرتهم، واقتضوا بإيمانهم إن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، والتسبيح لله دائما. هللويا الصديق كالنخل يزهر، ومثل أرض لبنان ينمي. هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: سمعتم أنه قيل للأقدمين لا تقتل، ومن يقتل يستوجب حكم القضاء. أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه يستوجب حكم القضاء، ومن قال لأخيه يا أحمق يستوجب حكم المجلس، ومن قال يا كافر يستوجب نار جهنم. فإن كنت تقدم قربانك على المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فدع قربانك هناك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، وحينئذ عد وقدم قربانك. بادر إلى إرضاء خصمك ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي وتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. أحبائي الحاضرين بالستوديو، كل اللي عم يتابعونا عبر الشاشة، نحن بأسبوع الأبرار والصديقين نذكر كل القديسين بهذا الأسبوع، الأسبوع الثاني من التذكارات. ما رح توقف عند الرسالة الحلوة اليوم إلى العبرانيين،
يلي فيها كتير مواضيع مهمة، ضيافة الغرباء، الصلاة من أجل كل المحبوسين والمتضايقين، الاتكال على العناية الإلهية، الابتعاد عن حب المال. محل تاني مربولوس بيقول حب المال أصل كل الشرور. يسوع بيقول لا تعبدوا ربين الله والمال، يلي فيه كمان بالرسالة اليوم تأكيد على الإيمان يلي بيقول يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، يلي كان شعار يوبيل الألفين. رح توقف عند الإنجيل يلي سمعناه يلي كل هالأسبوع، بهذا الأسبوع الأبرار والصديقين، عم نقرأ متى خمسة يلي ببلش من أجمل عظات يسوع، عظة التطويبات. الملفت بإنجيل اليوم يلي سمعناه في عدة أشياء، من أهمها أولا يسوع بيقول سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم. عادة الأنبياء بيقولوا هكذا يقول الرب، هون يسوع يتجرأ ويقول أنا عم إلكن، لأنه هو الرب، هو الإله، هو يلي وضع وصنع وصايا الله بالعهد القديم. مشان هيك هو بيقول أنا جئت لأكمل لا لأنقض، وإله الحق يقول أما أنا، تأكيد على ألوهية يسوع. تاني شيء ملفت إنه يسوع بيساوي بين القتل والغضب. يمكن نحن منقول منه عادل، داش منا أشخاص نحن أوقات منقول للآخر يا أحمق، كأنه يسوع منه عادل. نرجع منتذكر مشهد يسوع لما بيوزع الدراهم على كل الأشخاص اللي اشتغلوا، يلي اشتغلوا من الصبح لعشية بياخدوا درهم، واللي اشتغلوا ساعة بياخدوا درهم. اللص على الصليب عم بيقطف الملكوت بلحظة واحدة. أكيد إنه عدل الله مش مثل عدل البشر، واللي ربنا هو مقياسه منه مقياس اللي نحن منقيس فيه. مشان هيك في ثقة بعدالة الله يلي هي ما بتشبه عدالة الناس بطيبته ومحبته. كمان لازم نقول إنه قبل هالمشهد دغري بمتى 25، يعني قبل بآية، بيقول يسوع فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. شو هو بر الكتبة والفريسيين؟ هي المظاهر والقياسات البشرية والتظبيطات وحب المال والمراكز. وبيختم متى 5 الفصل كله بالدعوة إلى الكمال، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. المقياس كما هو الله، مش مقياس البشر. مشان هيك نحن بدنا نقيس حالنا على الله. تنرجع بالنسبة للغضب، في نوعين من الغضب. في الغضب يلي بيجي من قلب شرير حاقد يلي بيوصل للانتقام والقتل، في غضب مقدس. بيقول مربولوس برسالته لأهل أفسس اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غضبكم. فينا نغضب ولكن بدون خطية. بمحل تاني لروما برسالته لروما بيقول مربولوس لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اتركوا مكانا لغضب الله. فإذا في غضب إلهي، ما بعرف إذا اللي عم نعيشه اليوم بلبنان وبالعالم كله كورونا هو غضب إلهي، ولكن في غضب مقدس وفي غضب غير مقدس اللي بيقود للقتل. هون بالإنجيل بتوقف حول 3 أنواع غضب. أول غضب بدون تعبير، مشان هيك يستوجب حكم القضاء المحلي. ثاني غضب يعبر عنه بكلمة أحمق، أو بالأرامي لغة الإنجيل رقة، اللي بتعني أنه هذا الإنسان راسه فاضي، غبي أو أبله. ونحن هون منقول من أنت لتدين أخاك، لا تدينوا لألا تدانوا. مشان هيك اللي بيقول هيك يستوجب حكم المجلس. المجلس هو مجلس الشيوخ 70 يلي بيعطوا حكم مبرم غير قابل للاستئناف، حكم السنهدريم عند اليهود. مشان هيك في حكم يوصل للقتل بمجرد قول هالكلمة عم بيقول يسوع. ثالث غضب يعبر عنه بكلمة كافر، ويستوجب نار جهنم، يعني غضب شيطاني يشبه إبليس. هون ملاحظة، جهنم دائما مستعملها، شو بتعني كلمة جهنم؟ هي جاية من كلمتين، جي يلي بتعني أرض، من هون جاي جيوغرافيا علم خرائط الأرض، أو جيولوجيا علم طبقات الأرض، وهنوم يلي هو وادي بجنوب غربي أورشليم يلي كانوا فيه قدموا ذبائح بشرية الوثن. اجوا اليهود لأنه مكان ما حبوا، حطوا فيه نار وصاروا يقدموا يكبوا فيه كل الزبالات اليهود وكل الفضلات من الذبائح الحيوانية. كانت تضل النار شعلانة على مدى الساعة، مشان هيك سموه جهنم، يلي بيرمز إلى العذاب الأبدي.
باختصار يعني الغضب والشتيمة تجرح المحبة وبتوصل إلى عراك وممكن يوصل إلى القتل. هون نتذكر تويت عمله البابا من فترة، البابا فرانسيس بيقول إذا كنت غاضب من خيك اذهب وصلي من أجله. الصلاة مش بس حتى نغير الآخرين، حتى نحن نتغير ونقبل خطايا الآخرين. بالإنجيل كمان اليوم دعوة إلى المصالحة بتالت فكرة، اللي بيقول يسوع قبل ما تروح تقدم القربان إذا تذكرت على خيك شيء روح أول شيء تصالح ورجع. الملفت بهالدعوة أول شيء إنه ما بيقول شو أي شيء، كأنه حيالله موضوع، ما في موضوع محدد. كل المواضيع إذا في ما في سلام داخلي بحياتك، يعني المواضيع هي يا حب المال يا حب المراكز يا خلافات شخصية، كأنه يسوع بيقول ما في موضوع بيحرز قدام المصالحة معه وقدام قبول القربان. نتذكر كلام الله بالعهد القديم لهوشع، للنبي هوشع، أريد رحمة لا ذبيحة. ثانيا، من هو أخي؟ بالإنجيل هون ما بيقول، بس إذا نرجع للسامري الصالح كل إنسان هو خيي. العدو والقريب مني بالمسافة كل إنسان هو خيي، وأنا لازم كون عم اتعامل معه كإنسان. الغضب والخصومة بيمنعوا أن الصلاة والقربان يكونوا مقبولين. هون بنرجع لواحد يوحنا، رسالة يوحنا الأولى يلي بيقول فيها إذا قال أحد إني أحب الله وهو يبغض أخاه كان كاذبا، لأن الذي لا يحب أخاه وهو يراه لا يستطيع أن يحب الله وهو لا يراه. مربولس بيقول سالموا جميع الناس إن أمكن، وبيقول بمحل تاني باركوا الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا. مشان هيك نحن ما فينا نقدم قربان إلا بالمصالحة. وبختم بالآية الأخيرة بالإنجيل اليوم يلي بيقول يسوع فيها بادر إلى إرضاء خصمك ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي، القاضي إلى الشرطي، تلقى في السجن، لن تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. بالشرح المباشر والحرفي أكيد هي دعوة إلى المصالحة. وكلمة بادر متذكر كمان كلمة للبابا شنودة بيقول إذا كان في خصام روح أنت خذ المبادرة وصالح خيك حتى تأخذ إكليل السماء قبل. يلي ببادر قبل بيكون له إكليل السماء. بالشرح المعنوي أو الرمزي لهالآية القديس أغسطينوس بيقول الخصم هو الضمير، الشرطي هو الملاك، القاضي هو الله، السجن هو جهنم، الفلس الأخير هو العقاب. بيقول مار أغسطينوس مستحيل على الإنسان أن يوفي العدل الإلهي حقه بخطاياه، مشان هيك جسد يسوع حتى هو يدفع عنا ثمن الخطية. بالختام أحبائي، الله لا يريد موت الخاطئ، يريد توبته وحياته. بحزقيال متذكر كلام الله للشعب اليهودي إذا كان بار ورجع إلى الخطية يعاقب وبيخسر ملكوت، وإذا كان خاطئ وتاب بيربح الملكوت. نحن دعوتنا أنه نتوب. بختم بكلام يوحنا الرسول كل من يبغض أخاه يكون قاتلا، وتعلمون أن كل قاتل لا تكون له حياة أبدية ثابتة فيه. آمين. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحو البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجى قيامة الموت والحياة الجديدة في الدهر الآتي. آمين. إيتلود ما دبحيه دلوه والوط لود أمحادة اليوت وينو بصوغو الطيبو طوخ إعول البيت وخوصغو دبايك لوت قوت شوخ دحل طوخ مريو دابارين وبزادي كوتوخ آلي فاي صلاة وعليمة الموران ألوهون قبيل قربونوخ نترحم علين باصلو الإله العظيم يا من قبلت قرابين الأولين اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم ولا سيما الطباوية والدة الله مريم سيدة لبنان ومار يوسف البتول ومرمرون ومار شربل وجميع الأبرار والصديقين أذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة قدمها القديس لراحة أنفس كل الموتى وبنوع خاص ضحايا الكورونا وأهلهم يلي عيشوا هالحزن والفراق بطريقة مؤلمة وقاسية وعلى نية المرضى والطاقم الطبي والمسعفين على نية لبنان يلي عم يمرق بظروف اقتصادية وسياسية صعبة وبنوع خاص على نية الشباب والصبايا اللي هن مستقبل لبنان على نية كل اللي بحاجة لصلاتنا وكل اللي عم يتابعونا عبر الشاشة وأذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان آمين. أنت الشافي المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الإله الآب الحب الحقيقي والأمان الذي لا يغلب والرجاء الذي لا يخيب امنح أبناءك القائمين أمامك حبا وعذوبة وسلاما دائما وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ونفس طاهرة
بقبلة مقدسة تليق باسمك القدوس، فنرفع إليك المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكم يا إخوتي وأخواتي خدام الروح القدوس. السلام أعطيكم أغلى سلامي، فليثبت روحي فيكم حبي كلامي، لا تجزعوا إن آمنتم بي، إني حي تحيوا أنتم بي. سوف تلقون ظلما ضيقا في العالم، فيا تلقون سلما غلبت العالم. هللويا من روح السلام. أمام عظمتك يا رب ننحني، فأرسل إلينا من أعالي مقادسك نعمة وبركة مجيدة، فنمجدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا من أرسلت في ملء الزمان ابنك الحبيب لخلاصنا، فسلمنا هذه الأسرار المقدسة المحية، لا تجعلنا غرباء عن هذه الخدمة، ولا ترد وجهك عنا لكثرة خطايانا، فإنك وحدك القدوس مع ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بك يليق التسبيح يا رب السماويين والأرضيين، وإياك يمدح العلويون والسماوات التي فيها يقيمون، ولك يهلل الناريون، وإياك يبارك الكروبيم ويقدس السرافيم هاتفين وقائلين. قدوس 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 رب الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا 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 في الأعالي. مبارك الآتي باسم الرب. هوشعنا 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 قدوس. اللهم الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس طبع واحد غير منقسم، وهو قدوس يقدس الكل بقوته الإلهية. يا من أرسلت ابنك لخلاصنا، فنزل وتجسد وتألم وصلب من أجل صورته التي تشوهت. وبيومو هودق دم حاشودي لما بتحاي ساب اللحم بيدا وقادي شوتو
بارخ وقادش وقصو يا بالتلميدة وكادومار سبخ المنه كل خون هونو دنيتاو فغرو ديل دحلوف هيكون وحلوف ساقيق ما تقسي وما تياب حصو يطحو بوالحاية دا العلم علمين آمين هو خانو عالقوس ودمزقو من حمرو من مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة وكادو مار سامشتا ومنه كل خون هونو دنيتاو موديل دياتي قحداتو دحلوف هيكون وحلوف ساقية ما تشاد وما تياب حصو يطحو بوالحاية دا العلم علمين بهذا اصنعوا ذكري فحين تأكلون هذا الجسد وتشربون هذا الدم بموت تبشرون حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فيما نذكر تدبيرك الخلاص أيها المسيح إلهنا نبتهل إلى جودك حين تأتي في المجد مع ملائكتك القديسين وينتظر كل إنسان الجزاء الذي يستحق وتقيم الخراف عن اليمين والجداء عن اليسار لا نكن يا رب غرباء عن بيتك ولا تشح بوجهك عنا ولا تخطر زلاتنا وخطايانا على قلبك القدوس ولا تطرحنا من أمامك نحن الذين عرفنا اسمك القدوس وجاهرنا بالشهادة لألوهيتك بل عاملنا بحسب وعودك واغفر ذنوبنا وسامحنا وارحم ميراثك فها إن بعتك التائبة تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين أيها الآب الرحيم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين الروح الحي والقدوس والمحية وواهب القداسة والناطقة في النبوءات ومكلل الرسل القديسين والشهداء ولتحل على هذه الأسرار ويقدسها استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون فيجعل بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا آمين ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فينال المشتركون في هذه الأسرار قداسة النفوس والأجساد ونقاوة القلوب وطهارة الأفكار عربونا للملكوت السماوي والحياة الجديدة إلى الأبد نذكر يا رب في وقت الذبيحة هذا كل الكنائس المقدسة ورعاتها المستقيمين رأي لا سيما مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطرياركنا الانطاكي ومار بولس مطراننا وسائر الأساقفة
ونذكر معهم الكهنة والشمامسة وسائر خدام بيتك، نسألك يا رب من أجل أماني وثبات العالم كله، ومن أجل بركة السنة وخصب الأثمار، ومن أجل المرضى والمتضايقين، ومن أجل جميع الداعين في البحر واليبس والجو، اسمك القدوس المعترفين أنك أنت الإله الحق، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب جميع الذين قربوا اليوم القربان على هذا المذبح، والذين شاءوا أن يقربوا وما استطاعوا، هب يا رب كلا منهم وفق نيته، نسألك يا رب. يا رب ارحم. نذكر جميع القديسين الآباء والأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين، ووالدة الله مريم ومار شربل، وجميع الأبرار والصديقين، أهلنا بصلواتهم للقيام معهم، نسألك يا رب. يا رب ارحم. اذكر يا رب نعمتك الذين انفصلوا عنا وانتقلوا إليك، وقد اعتمدوا وختموا برسمك، وتناولوا جسد ابنك ودمه الثمين منذ التلمذة المسيحية الأولى حتى يومنا، فهم ينتظرونك ويتوقعون رجاءك المحيي. أقمهم في يومك الأخير واغفر برحمتك خطاياهم، لأنه لا يمكن أن يوجد على الأرض بريء من الخطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. حبرا مقربا لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. رح نصلي كلنا سوا موجودين هون ببيوتنا الصلاة يلي علمنا إياها يسوع، يلي بتذكرنا أنه نحن كلنا إخوة مع بعضنا البعض، عنا بي واحد بالسماء هو بيعتني فينا، بقلب واحد بروح وحدة منقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. نجنا يا رب من كل تجارب ومن أذى الشرير، لأنك أنت القادر على كل شيء، وإليك نرفع المجد الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك أحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب المنحنين أمامك بنعمتك ومراحمك الوافرة، وأهلنا للاشتراك في أسرارك المحيا والاختلاط بجموع قديسيك، فنرفع معهم المجد إليك،
وإلى ابنك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أحلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أقصى درجاتي صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك. تعال إلى قلبي فها قلبي يتوك إليك. كم أرجو طيبتك أن تهبني الموت من الحب. يسوع اسمع صرختي واستمع صراخ حنان قلبي. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك. تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محبا للبشر ارحمنا. أحمدك يا إلهي، أحمدك يا إلهي، أعبدك يا ساكن تسبيحي، وأسجد أمام هيكل قدسك. لأن يوما في ديارك خير لي من ألف يوم كما أشاء رغبتي. رغبتي أن أسكن في قلبك. كيف لنا أن نرد جميل جودك علينا اللهم الآب،
من أجل الخلاص الذي وهبتنا، ومن يسعه أن يؤدي المجد الواجب لك، فإن على ضعفنا وبقدر استطاعتنا نسجد لك ونسبحك ونشكرك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نشكرك يا يسوع المسيح إلهنا، ولك نسجد وإياك نسبح، ضارعين إلى جودك ومراحمك الكثيرة من أجل خلاص العالم كله، ومن أجل حفظ الأحياء وراحة الموتى، ومن أجل إشباع الجائعين وسد عوز المحتاجين، ومن أجل افتقاد المرضى وتعزية المحزونين. بنعمتك افتقدهم، وبمراحمك الكثيرة أحيهم. بارك شعبك واحفظ بصليبك ميراثك، لأنه لك يجب السجود، ولأبيك وروحك القدوس والصانع الحياة الآن وكل آن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بالسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. أنت البسمة بلحظات الخوف، أنت القوة بأوقات الضعف، أنت النور بعتم الزمان، أنت الفرحة أنت الحنان، أنت وحدك ساكن قلبي، بقدم لك حياتي وحبي، خليك بقربي يا ربي يا يسوع. قدسني ربي بالصلاة، دليني عدروب السماء، انت الحب العايش فيي، انت الحقيقة بعيني، انت ما بتتخلى عني، انت صوتي لما بغني، انت سارق قلبي مني يا يسوع. انت البسمة بلحظات الخوف، انت القوة بأوقات الضعف، انت النور بعتم الزمان، انت الفرحة انت الحنان، انت وحدك ساكن قلبي، بقدم لك حياتي وحبي، خليك بقربي يا ربي يا يسوع. Thank you.